يا رب. بالراحه عليها يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص التهاني. بالراحه بالراحه. استر يا رب. تعالي يا اختي. يا رب ارزقنا كل يوم حادثه. مش قادره. انا اللي مش قادر. يا مؤاخذه، ايه الانفلات الامني اللي انت فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله من الخمس الخبائث. عايز من الخمسه؟ انت داخله حمام؟ ما هو اصل ده مش وش خالص. انت ما شفتنيش قبل الحادثه، كنت شبه احمد عز والله. ايه بس الخضه بس يا هاني. ربنا يسامحك يا شيخه، ربنا يسامحك، صحتيني من حلم جميل. انت كنت بتحلم بايه؟ كنت بحلم بالبت اللي بحبها انا وصاحبي. الله. وهي؟ وهي ما كانتش بتحبنا، كانت بتحب واحد تالت خالص. طب انت عارف مين التالت؟ مين؟ انا. انت؟ يعني انت وصاحبي بتخونوني؟ يا عم زعلان ليه يا عم؟ ده البنات في الحلم رزق. ما انا عارف ان البنات في الحلم رزق، بس ابوها كان ماسك في ايده بالونه. يبقى ابوها ينفخك. قعدت اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وشعري يطير، انا اجري وشعري يطير. انت كداب قوي. فين شعرك اللي طار ده؟ ما هو طار. طب يا جدعان الشغله كده مش هتنفع. بصوا الحادثه قدام المحل، وانا كده مش عارف افتح الدكان والورد هيموت جوه، ده ما اكلش من امبارح ومصحى. اتكلم عادل يلا، في مكان هتعرف تعدي منه؟ في ايه؟ تعالى هوريك. فين اخويا؟ احترم الضيوف. بس بس تعالى يا ست هاني، اللهم صل على جمالك يا نبي. ايه الحلاوه؟ قال لي ايه سر جمال شعرك يا هاني؟ وبعدها لك يا مخيمه، انت كل ما تشوفني واحده تقول لها ايه سر جمال شعرك؟ ذمه ودين، عمري قلت لك ايه سر جمال شعرك؟ لا، عشان انت مش واحده، انت زميل المهنه. بقى انا الحلاوه اتجوزك انت. اني داني كنت موقفه شباب البلد على رد. طبعا مش كنت بتبيع ايش؟ كانوا واقفين يشتروا. واقفين يتفرجوا على جمالك يعني. اتلم يا مخيمه. مش هتلم. اتلم يا مخيمه بدل ما لمك قدام الناس. خلاص اتلميت. ولا 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 هشوم يا سيد، هشوم يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، هشوم يا سيد، سيد. هو مين سيد اللي عم تندهي عليه ده يا ست فاكيها؟ مالك؟ فيه الزنبلوطه دي؟ فرح ده ولا عزا ولا طهور ولا ايه ده يا بنت؟ لا دي حادثة بعيد عنيكي. وبعيد عني ليه؟ انا تحت منا. ايه نعمل لك ايه يا ست فاكيها دلوقتي؟ طب والنبي شوفي لي محمود جوزي تحت العجل، قال انا دايما بدعي له. لا يا ست فاكيها، دي حادثة من بره الشارع، والست ده هي اللي عاملاه. البت اللي هناك دي هي اللي عملت الحادثة؟ ايوه. دي فورتيكا. جرايه يا عم اللمبي، مالك؟ البت مزه وحلوه وطعمه، سيبيها في حالها. لا انت ما شفتنيش ايام زمان، ده انا كنت قمر ولا نجاح الموج. انت عايزه مني انا ايه دلوقتي؟ والنبي اما تشوف محمود جوزي، اله يا رب ينفخ كرشه ويشفط شفايفه والارداف يا رب يعني انحتها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ عند مركز التجميل اللي على اول الناصيه. بقول لك ايه، خشي دوا بدل ما اديكي 100 بلغه على وشي. يا سلام على حنيتك وطيبتك. بس عشان بضعف قدام نظرة عينيكي. يا سلام، فينك قبل ما اتجوز الصرماطي؟ كان زماني مربوة بقد الدنيا. الحمد لله ربنا نجاني. بقول لك ايه؟ جابليني في جنينة الحيوانات الساعة 6. يعني يوم ما تديني ميعاد، تديني ميعاد في بيت أهلي. ايه يا عم ده؟ وبعدها لك امال يا ست فاكيه؟ لم جوزك عمال يتحمرش بيا، هو مفيش ست حلوه هتقدر تقف في الشباك كده شويه ولا ايه يعني؟ مالك يا مخيمه؟ ده بتقول لي جنينه الحيوانات بيت اهلها، بنت السلعوه دي ولا ايه؟ لا، بنت صاحب العماره، بس سبحان الله ربنا شال من دماغها وحط في لسانها. ما انت قلتي صاحب العماره، ربنا ادى المال وخد منه البنون، ما حدش خد المال والبنون الا احمد عبد العزيز وعمل البراعه الصراحه. والمصحف معاه ده وكل حاجه. اهدى يا مش بقول لك اهدى يا جدعان، اقسم بالله العلي العظيم لو ما رفعتوا العربيتين دول لا ارفع عليكم اتنين اباتريلا وادغدغ الشارع. ايه يا عم هشام؟ ما عدا انت. ايه ده؟ انت بتخاف منها ليه؟ يا عم انت اللي مصدر لي الاحساس ده. اخبار الاموره ايه؟ نجيب حاجه ساقعه؟ او النبي بليز مثلا حاجه فريش، لو اورنج جوس مثلا. ها؟ مؤاخذه انا اسف. ايه فريش وأورانج موز ده؟ يا عاملة حادثة عند فرغلي؟
انت لو كملت تعليمك يا هشام تعرف ايه المورنج جوز ده. ايه بقى المورنج جوز ده؟ ما هو الا قليل من المورنج مضاف عليه 5 مللي جرام من الجوز. يا ريت مخرجنا يخش لنا زوم على الكوبايه. لو سمحت يا شيف. ايوه. ممكن اعرف طريقه عمل عجينه البيتزا؟ الاولاد عندي بيحبوها. انا مؤاخذه شيف شربين، انا اسف معلش. لو سمحت، هو طريقه لف الكروم بنفس طريقه لف السجاير ولا بتختلف؟ معلش تاني، اهل الحاره بس بيرحبوا بيكي. ما خلاص يا جماعه عمار، ما حد يروح يجيب حاجه ساقعه من عند عم علي وعلي، ويا عم عبده روح هات الكرسي اللي عنديهم ده. هو استاذ عبده احترم نفسك، انت مراد بواب. يعني ايه مراد بواب؟ يعني تروح السوق تجيب الخضار، تجيب خيار، تجيب كروت شحن. انت مراد بواب. يعني ايه مراد بواب؟ يعني شايفاني التهزيل؟ عمال يقول لك مراد سيف تسكتي، خليتي بورصي يتريق علينا. ماشي. عايزين الكرسي ده؟ ايوه اهو. ايدك يا ابني عبده من على الكرسي، لا تهالك. جري يا غجر في ايه؟ مفيش احترام للأشياء ولا ايه؟ لا معلش يا عم علي معلش، بس احنا والنبي كنا محتاجين الكرسي ده ضروري. بس انت ازاي اصلا تمد ايدك على الكرسي بتاعي من غير استئذان؟ غور يا ادي عبده من هنا نجر. استاذ عبده احترم نفسك، انت بقال هات الكرسي بس ثواني. فيه ايه؟ يلا يا غور من هنا، مفيش كراسي، الكرسي ده بتاعنا. لا الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي. بتاعنا يا علي. بتاعنا. بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي، وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده، وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. انا روايه محترمه عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفره؟ يا علي لف مش رول. لف انا اهو. انت لف. احمدك يا رب، انكشفت الحقيقه. شفت يا استاذ؟ انت بنطلونك سليم يا استاذ، وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 تا. دمتش دمتش. ايوه وصلت لدمتش يا علي. ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو، وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي. لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي، وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف. لف وانت مغمض عينيك، عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم، فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي، بس انا علي البنطلون مقطوع، مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. ماشي بدلهم يا سيدي اهو. اهو فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم، انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه، انا ما بدلتهمش يا راجل. يهبل يهبل يا راجل يهبل يا عبيد. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. حادثة؟ ياه، ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص. عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض، بتاعت الزعيم مصطفى كامل؟ اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي. كان هو والزعيم ابوسي، فاكر؟ كانوا هما الاثنين بيغنوا. وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. يعني انت رايك يا ست هاني ان الباديكير الموف يمشي مع البادي الكارين الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك. احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه، وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوشي؟ لا. ما يستاهلوشي. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مؤاخذة يا استاذة، يعني انا اسف. يعني حضرتك انت اصلا داخلة شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذة الشارع ده اصلا وان واي.
طب وايه المشكله دي؟ حريه شخصيه. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. ومشحف مقاسي اقسم بالله والله العظيم مقاسي، انا بس بفهمها ومشحف ان هو هون ويقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع ما تجيبي بوسه يا هاني. اتلم يا مخامر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ تشوفيه فين؟ فين؟ مش لاقيه الموبايل. ايه مش لاقيه الموبايل؟ ليكون السرق. موبايل السرق يا موبايل بتاعه اتسرق. فاكر الموبايل بتاعك يا عالم ما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق، انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو بص مكتوب عليها اهو، انا نمرتي ومكتوب عليها انا. ده متسجل انا. انا. لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك السرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو. بس 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 الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا يا علي انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش، وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه علي اللي عملته ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ حرام عليك يا علي، انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده علي، كده علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازما كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثه واحد لقطه كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست انت، انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مربى واب. خد خد هزك فيا، كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مربى واب. اقسم برب العزه وعز الجليل الله، في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في مفيش حاجه يا عم، اروح اشوف الموبايل. روح حراي. انا ميرسي 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 بجد، انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح انا حد رجالي اهو، في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عسل. اقول لك نكت، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مازمازيل، انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. الا قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه شغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. المشكلة 7 الصبح؟ مروحه 7 الصبح يا علي؟ بتشتغل ايه دي؟ اكيد ما دام مروحه 7 الصبح تبقى اكيد ممرضه. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغاله رقاصه يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصه وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانه عند مهند. في الشقه ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكثر